بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد مساحة سطح المكعب، الجزء الثاني من الدرس الأول في الوحدة الأخيرة في الرياضيات سنة 6. طب بداية، يعني إيه المكعب؟ المكعب حالة من حالات متوازي المستطيلات، زيه زي متوازي المستطيلات ولكن أشطر شوية. أشطر في إيه؟ جميع أحرفه متساوية في الطول، يعني طوله قد عرضه قد ارتفاعه. طب عنده كام وش لو اتفرد؟ 6 وشوش، 6 أوجه على شكل مربعات. يبقى ايه تعريف المكعب؟ هو متوازي مستطيلات أبعاده الثلاثة متساوية. هو متوازي مستطيلات جميع أحرفه متساوية في الطول، جميع أوجهه ايه؟ مربعات. طيب يجي ولد شاطر يقول لي: مستر، أنا عندي طريقة جميلة لمساحة المكعب. اقول له ايه؟ يقول لي: نجيب مساحة وش واحد. اقول له: هتجيبها ازاي؟ يقول لي: سهلة يا مستر، مساحة المربع طول الضلع في نفسه. طب الضلع اس، يبقى اس في اس، اس في اس، يبقى انت كده جبت مين؟ مساحة مربع واحد. يقوم يجي ولد يقول له: بس دول 6 وشوش. يقول له: خلاص والله لا، انا ضارب في 6. طب تقدر تختصر دي؟ اه نقدر نختصرها، نسيب الستة زي ما هي، وإس في إس بإس أس 2، وإحنا خدنا الضرب المتكرر. يبقى لو قال لك: ما مساحة المكعب بالرموز؟ أقول له: 6 إس أس 2. طب مستر حامد جابها إزاي؟ جاب مساحة وجه واحد اللي هي إس في إس، اللي هي بالعربي طول الضلع في نفسه، وبعدين ضرب في 6 علشان عنده 6 أوجه. طيب تعال نطبق مباشرة على مثال. الرسمة اللي قدامنا دي رسمة مين؟ أقول له: مكعب. عرفت منين؟ طول الحرف 2 وما ادانيش أبعاد أخرى، والأحرف متساوية، وكمان قال لي إن ده مكعب يبقى أحرفه متساوية. إزاي نجيب مساحة المكعب يا جماعة؟ تعال نعمل الطريقة. لو أنت عايز تكتب القانون هتكتب 6 إس أس 2، ده القانون. طب لما نيجي نحل نعمل ايه يا جماعة؟ ننزل الستة ونضرب فيه الحرف ب2، يبقى 2 في 2 تبقى الإجابة 24. طب دي سنتي، يبقى سنتيمتر مربع بس، خلاص. طب واحدة كمان، عايزين مساحة المكعب التاني، سطر للقانون وسطر نحل فيه، ادي 6 وادي اس اس 2، ادي 6 والحرف ب5، 5 في 5، 5 في 5 ب25، وضربها في 6 يبقى 150، والتمييز سنتيمتر مربع بس، خلاص. سطرين، سطر للقانون وسطر نحل فيه. خدنا زي المثال ده قبل كده في الحلقة اللي فاتت، حلقة متوازي المستطيلات. طب ده زيه، بس لاحظت ايه؟ بص بص بص، 3 3 3 3 3 3، جميع الأبعاد متساوية في الطول، يبقى ده اسمه إيه؟ مكعب. طب إحنا عايزين مين؟ مساحة المكعب. طيب نكتب القانون، وعشان أما تيجي تذاكر من الشرايح هكتب لك في البداية إن طول الحرف بتاعه كام؟ 3 سنتي، موجودة في الرسم، جميع الأبعاد متساوية. طب القانون بتاعها إيه؟ 6 أس 6 إس أس 2. جميل جميل. طب لو عايز احل كده، 6 ونضرب في 3 ونضرب في 3، 3 في 3 ب9، 9 في 6 ب54. طب المسألة بالسنتي، يبقى المساحة سنتيمتر مربع، ادي المساحة بالسنتيمترات المربعة، وناخد الناتج اللي طلع ونكتبه في المكان الفاضي. واحدة كمان، ولكن مسائل لفظية يا مريم. تعمل مريم في صف الفنون، تستخدم ورق الزينة، عايزة تعملي إيه يا مريم؟ قالت لي: عايزة أغلف مكعب. طب المكعب بياناته إيه يا مريم؟ قالت لي: طول حرفه 20. عايز أقول لكم على حاجة يا ولاد، أول ما يجيب لك سيرة مكعب ويدي لك طول حرفه يبقى الراجل ده طيب وابن حلال. ليه؟ طالما معاك طول الحرف تقدر تجيب المساحة. فعلا عمه عايز مساحة الورق، يبقى نكتب العنوان مين؟ مساحة الورق بتساوي، ونكتب القانون 6 إس أس 2. طب لما نيجي نحل، يبقى 6 في 20 في 20، 20 في 20 ب400، 400 في 6 ننزل الصفرين، و4 في 6 ب24 تبقى الإجابة 2400، والتمييز سنتي مربع.
المسألة التانية يا ندى، تصنع ندى علبة مكعبة، يبقى قال إيه؟ مكعب، وإدالك طول الحرف بـ8 وعايز مساحة الألواح دي، يبقى هنجيب مين؟ مساحة الورق أو مساحة المكعب أحلى. نكتب القانون 6 اس اس 2 ادي الـ6، والاس اللي هو طول الحرف بـ8 ادي 8 وادي 8، ونطلع الإجابة الـ6 اهي، و6 و8 في 8 بـ64. يلا نجيب الإجابة 6 في 4 بـ24 ونطلع بالـ2، 6 في 6 بـ36 و2 38، والمسألة بالسنتي يبقى سنتيمتر مربع، خطوة واحدة. واحدة كمان ولكن أجمل يا أولاد، اسم كل من سارة وهبة مكعب. طيب طول الحرف في المكعب بتاع سارة 7 سنتي، يبقى الراجل بتاع مسألة سارة طيب وابن حلال. ليه؟ لأن ادانا طول الحرف، والمستر قال لو معاك طول الحرف تقدر تجيب المساحة. طب ده بالنسبة لمين؟ لسارة. طب مساحة الوجه الواحد عند هبة 64 سنتي مربع. اوبا اوبا ايه يا مستر؟ ما ادالناش عند هبة طول الحرف، امال ادالنا مين؟ مساحة الوش الواحد، وجاي يقول لي مين اللي اكبر، مكعب سارة ولا مكعب هبة؟ يقوم مستر حامد يقول ايه؟ والله ما اعرف. طب ليه يا مستر حامد ما انتش عارف؟ اقول لا لحظة يا جماعة، لازم اجيب مساحة مكعب مين؟ بتاع مين؟ ها؟ هبة، ومساحة المكعب بتاع سارة. طب سارة اللي ابتدت، يبقى مساحة المكعب بتاع سارة 6 اس اس 2. تمام، نسيب الـ6 والحرف بـ7 ونضرب في 7، 6 في 7 بـ42. طب لو عايز تسيب تضرب دول عشان متشابهين، هي هياها الـ6 هي، و7 في 7 بـ49، 6 في 9 بـ54 معانا الـ5، 6 في 4 بـ24، وكمان 5 29، يبقى المكعب بتاع هبة طلع 294. مفيش حد أحسن من حد يا مستر حامد، زي ما جبت مساحة مكعب سارة هات مساحة مكعب هبة. جميل جميل، راح مستر حامد كاتب القانون 6 اس اس 2، فكتبت مين؟ الـ6. يقوم يجي ولد يقول لي استنى بقى يا مستر حامد، في مشكلة هتقابلك. ايه هي يا حبيبي؟ قال لي في المكعب بتاع هبة عمه ما ادالكش طول الحرف، امال اداني مين؟ اداني مساحة الوجه الواحد. حد شاطر عارف يعني ايه مساحة الوجه الواحد؟ يعني الاس اس 2 كاملة مرة واحدة، يعني بدل ما انت تقول كذا في كذا هو قال لك عنك خد الاجابة 64 على طول. فهمت قصدي؟ يبقى كأنه ضارب الرقمين المتشابهين اللي انا معرفهمش، يبقى اس اس 2 هي مساحة الوجه الواحد، نكتبها على طول 6 في 4 ب 24، 6 في 6 ب 36، وكمان 2 38 سنتيمتر مربع. مين اللي اكبر يا ولاد؟ مساحة مكعب هبة ماله اكبر من مساحة مكعب سارة، لان ده 384 بينما الاخر 294. تعال لسؤال جميل اكمل، بيقول لي تعرف تقول لي مين التعبير الرياضي اللي اجيب بيه مساحة الشكل ده؟ ده يوم يجي ولد يقول الله، طب ما هو ما قاليش. ما قالكش ايه يا حبيبي؟ يقول ما قاليش هو مكعب ولا متوازي مستطيلات عشان اكتب له القانون يا مستر حامد. اقول له اخصى عليك، ما دام قال لك اللينس والويتس والهاي، ما دام كتبهم بـ3 حروف مختلفين يبقى ده بيشتغل ايه يا ولاد؟ متوازي مستطيلات. لكن لو قال لك اس وسكت يبقى مكعب يا جماعه. طب فاكر قانون مساحه متوازي المستطيلات كنا بنجيبه ازاي؟ ايوه يا مستر، 2 ونضرب ال في الدبليو، الطول في العرض، زائد 2 ونضرب مين بعد ال في الدبليو؟ ها، الدبليو في الاتش، يعني الايه؟ الطول العرض في الارتفاع، زائد 2 ونضرب البعد الثالث اللينس في الاتش، يبقى هما كام حروف؟ 3 حروف، ال دبليو اتش، ال في الدبليو واضرب في 2، ال مع الاتش واضرب في 2، الدبليو مع الاتش واضرب في 2. اللي انا كتبته ده اسمه ايه؟ التعبير الرياضي، بيكتب بالرموز. طب تعرف تجيب التعبير الرياضي لو كان مكعب؟ اقول له ايوه،
لو كان مكعب يبقى سهلة، لسه حلين منه كتير. 6 اس اس 2، 6 اس تربيع، ينفع اقول عليها اس اس 2 وينفع اقول اس تربيع. تعرف تجيب لي مساحة المكعب واديت لك طول حرفه؟ اقول له سهلة، ناخد الحرف نضرب الحرف في نفسه وبعدين نضربه في 6، تبقى الإجابة كام؟ 150 يا ولاد. طيب متوازي مستطيلات وادالك الثلاث أبعاد، تعرف تجيب مساحة سطحه؟ أيوة، هنعمل الثلاث سندوتشات، فاكرين؟ 6 في 8 واضرب في 2 زائد 6 في 10 واضرب في 2، 8 في 10 واضرب في 2، هتطلع الإجابة كام؟ 376 سنتيمتر مربع. وراجع ورايا، نيجي للسؤال اللي بعده. تعرف تقول لي النسبة بين وجه واحد في المكعب إلى مساحة سطحه كله؟ ده إيه؟ وجه واحد يعني وش واحد. طب مساحة سطحه كام وش؟ 6 وشوش. يقوم يجي ولد ذكي يقول لي سهلة، مستر حامد أنت عايز النسبة؟ أقول له آه، مساحة الوجه الواحد يبقى نايبها واحد، مساحة سطحه يبقى 6 وشوش يبقى 1 إلى 6. شفت الجمال؟ اللي بعده، متوازي مستطيلات وادالك طوله وكمان ادالك عرضه وكمان ادالك ارتفاعه، وعمه بقى مش عايز المساحة، امال عايز مين؟ ده عايز نص المساحة. يقوم ولد يقول لي طب سهلة سهلة، هنعمل الطريقة بتاعتنا يا مستر حامد، ده في 2، ده في 2، ده في 2، ونطلع الإجابة والناتج اللي يطلع نجيب نصه. كلامك صح والله. طب في طريقة أسهل؟ آه في طريقة أسهل، نعمل 3 سندوتشات برضه، أدي 3 سندوتشات. جميل جميل، بس من غير ما تضرب في 2، يعني أقول إيه؟ 4 في 8، 4 في 15، 8 في 15. طب ليه مستر حامد طنش الاتنين الاتنين الاتنين؟ لأن عايز نصه، لأن عايز نصه. فهمتوا قصدي يا ولاد؟ هتطلع الإجابة 212 بعد ما تجيب الإجابة وتجمع، والتمييز بالمتر مربع لأنها أمتار. دي أسهل ما تضرب في 2 في 2 في 2 وترجع تجيب نصه. آخر مسألة معانا، بندهن المكعب باللون الأحمر ومساحة الوش الواحد أهي، ده وجه واحد. طب أنا عايز مساحة السطح كله، أقول له يبقى ناخد مساحة الوش الواحد ونضربها في 6. طب ليه؟ علشان كلهم كام وش يا جماعة؟ علشان كلهم 6 وشوش. هتطلع الإجابة كام؟ 384، والتمييز بالسنتيمتر مربع. بدل ما معانا الوش الواحد اضربه في 6 يدي لك مساحة السطح الكلية للمكعب. كده خلص أفكار المكعب الحسابية والرمزية واللفظية بالقوانين. يا رب يكون بسيط وسهل بإذن الله يا أولاد.